كمان المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الدوري في العاصمة الإدارية الجديدة. تم الإعلان عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، وهذا العام اللي هيبدأ 1 أكتوبر المقبل ينتهي كمان مطلع يونيو في العام القادم. المجلس أكد على جاهزية الكليات لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة وجاهزية معامل الحاسب الآلي بالجامعات لاستقبال الطلاب طوال فترة التنسيق.